بعد 8 أيام على العدوان الإسرائيلي على غزة ومن القاهرة، أعلن عن اتفاق الهدنة بين إسرائيل وحماس الذي يبدأ بعد 1:30 ساعة، وذلك في خلال مؤتمر صحفي مشترك بين وزير خارجية مصر محمد كامل عمر ونظيرته الأمريكية هيلاري كلينتون. إذ أعلن وزير الخارجية المصري أن مصر بذلت جهودا حثيثة وأجرت اتصالات عدة مع كل الأفرقاء المعنيين في فلسطين وإسرائيل، كما تواصلت مع الولايات المتحدة الأمريكية، وقد أسفرت الجهود والاتصالات عن التوصل إلى تفاهمات لوقف إطلاق النار وإعادة الهدوء ووقف نسف الدم المستمر في غزة، حيث أسفرت هذه الجهود وتلك الاتصالات عن التوصل لتفاهمات لوقف إطلاق النار وإعادة الهدوء ووقف نزيف الدم الذي شهدته الفترة الأخيرة، وقد تحددت ساعة وقف إطلاق النار بالساعة 2100 الساعة 21 يعني 9 من بتوقيت القاهرة، الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة من مساء اليوم الأربعاء الموافق 21/11/2012. وخلال هذا اليوم الماراثوني كان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون قد زار القاهرة لاستكمال مباحثاته بشأن وقف العدوان الإسرائيلي على غزة، فرأى عقب اجتماعه بالرئيس المصري محمد مرسي إنه ينبغي تسوية كثير من التفاصيل قبل أن يتسنى التوصل إلى اتفاق للهدنة بين إسرائيل والجماعات المسلحة في غزة بحسب تعبير مون. وكان الأمين العام للأمم المتحدة قد التقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله، ورأى أنه قد آن الأوان للدبلوماسية ولوقف العنف أن يتحقق، وذلك في مؤتمر صحفي مع الرئيس عباس. إن إطلاق ناشطين فلسطينيين الصواريخ غير مقبول، ويجب أن يتوقف إطلاق الصواريخ الفلسطينية على البلدات الإسرائيلية فورا، وعلى كل من يمتلك أسلحة أن يحترم القانون الإنساني. الرئيس الفلسطيني من جهته أكد أنه على اتصال بجميع الفصائل الفلسطينية في غزة والضفة والقاهرة لاحتواء الموقف والوصول إلى تهدئة. نحن نطالب إسرائيل أن توقف الآن العمل العسكري، وبالتأكيد فإن حماس والآخرين سيتوقفون عن القيام بأي أعمال مضادة. ومن القاهرة أيضا وعلى خط موازن، بحثت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون مع الرئيس المصري في نتائج جولتها مع أطراف النزاع، وكانت كلينتون قد التقت أيضا الرئيس الفلسطيني وسط غضب شعبي خارج مقر الرئاسة الفلسطينية، حيث تظاهر شبان فلسطينيون ضد زيارة كلينتون لرام الله تنديدا بوقوف الولايات المتحدة إلى جانب إسرائيل، حيث حمل المشاركون في التظاهر صورا لأطفال فلسطينيين استشهدوا في الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، فيما حاول شبان آخرون التقدم باتجاه مقر الرئيس عباس، إلا أن قوات كبيرة من الأمن الفلسطيني منعتهم من ذلك وأبقتهم على مسافة من المقر.